ناخذ كم قول كده للقديسين عن سر الإفخارستية. فرصة اليومين دول بنتناول كتير، وعشان اللي بيجيلهم تشكيك أحيانا في السر يعرفوا إن القديسين الكبار القدام عاشوا عيشتنا وحبوا الأسرار وتمتعوا بحياة كلها قداسة من خلال الكنيسة والمسبح. أقوال عن سر الإفخارستية: الجسد والدم جعلهما ربنا الخبز والخمر، لأن ملشي صادق هكذا صوره سريا. يعني إيه؟ شوفوا بقى يعقوب السروجي ده قديس عظيم سرياني، فبيقول إيه؟ ربنا خلى جسده ودمه على شكل الخبز والخمر لأن ملشي صادق زمان هو أول واحد احتفل بهذه الصورة، قدم خبز وخمر كاحتفال بأبونا إبراهيم. فهنا في علاقة بين النبوة القديمة دي أو شخصية ملكي صادق وسر التناول.